محمد أنور السادات. لحظات من الفخار الوطني نعتز بها جميعا، فأهلا بكم في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، مساء الانتصارات، مساء البطولات، مساء التحديات. 48 عاما مرت وما زالت مصر تواجه التحديات واحدا تلو الآخر وتنتصر. ومصر دائما منتبهة ومستعدة، والأغنية التي كانت تثير وجدان الشعب المصري في لحظة تاريخية عظيمة ورائعة ما زال صداها يتردد في أسماعنا بل في قلوبنا. خلي السلاح صاحي، خلي السلاح صاحي، لو نامت الدنيا صحيت مع سلاحي، سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي بينادي يا ثوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي. وما زالت التحديات مستمرة، وما زال الشعب المصري قادر على صناعة المعجزات وعلى مواجهة المستحيل. هي مناسبة لكي نستلهم من انتصارات أكتوبر هذه الروح الوثابة من أجل قفزة حضارية ونهضة كبيرة مستحقة للشعب المصري. مصر التي حماها الله سبحانه وتعالى بالتاريخ وبالجغرافيا، مصر الجميلة وجهها قمر الزمان وفرعها في الحسن آية، النيل يرفع إصبعيه علامة للنصر، والدلتا رواية، والبحر أحمر ماؤه رفع العلامة ذاتها فخرا وراية. إن الذي وهب الكنانة عزها أوصى بها الأرضين فارتسمت خرائطها حماية. الله أكبر كبروا، عاشت بلادي حرة، عاشت بلادي في العلا من بدئها حتى النهاية. الليلة نحن على موعد مع قامات مصرية رفيعة شاهدة على العصر ومشاركة في النصر. مسألة مدهشة، الضيوف الليلة جميعهم شارك في حرب أكتوبر ونال شرف المشاركة وكتب واعتز واعتبر أن هذه المشاركة هي أهم إنجازات حياته فداء للوطن. فتحية لضيوفنا الأعزاء. مقاتل مصري عنيد، شجاع، مغامر، قرر أن يخوض تجربة انتحارية بكل المقاييس، وسافر مترأسا لفرقة استطلاع مصرية من جهاز المخابرات العامة المصرية، وسافر إلى أرض احتلتها إسرائيل، إلى عمق سيناء، سافر خلف خطوط العدو. كيف سافر إلى خلف خطوط العدو؟ مسألة تحتاج إلى توضيح وإلى مراجعة. كيف عاش 6 أشهر يرصد
ويتابع ويراقب وينقل المعلومات المهمة والدقيقة إلى القوات المسلحة المصرية وإلى الأجهزة المصرية. قصة كفاح رائعة وبطولة جميلة رصدها في كتابه خلف خطوط العدو. إنه سيادة اللواء أسامة المندوب وكيل أول المخابرات المصرية. فضلاً.